يلا يا رائع، يلا علشان نروح بقى نتفرج على شجرة القرود اللي بيقولوا عليها دي جميلة قوي. شجرة القرود؟ الله، دي فكرة حلوة قوي قوي يا كنة. أيوة، استني ننده لماما نقول لها. يا ماما يا ماما. أيوة يا بنات، أيوة، احنا رايحين نتفرج على شجرة القرود. ماشي يا جنة، خدي بالك من رؤى وما تتأخروش. حاضر يا ماما، حاضر. يلا يا رؤى تعالي. حاضر، جاية حالا. وقفتينا ليه هنا يا جنة؟ وقفتنا علشان نرن الجرس على الست العجوزة ونطلع نجري. معقول؟ دي لعبة حلوة بقى؟ دي لعبة جميلة قوي، وهنستخبى في الشجرة علشان ما تمسكناش. يلا يلا بسرعة، مين اللي هيخبط الأول؟ أنا طبعا. طب يلا اجري اجري يا رؤى. يا خرابي، ايه ده؟ برضو العيال الصغيرين بيشتغلوني، كل شوية يجوا يخبطوا عليا ويجروا. حرام عليكم يا ولاد، اهي الخطة نجحت وما شافتناش. يلا بقى انتي اللي عليكي الدور. ايوه انا اللي عليا الدور. يلا بقى، انا رنيت الجرس. طلعت طلعت، اسكتي بقى كده بقى كده يا ولاد. ماشي، شوفوا بقى انا هعمل فيكم ايه، فخ بقى من انا ايه، وهعرف امسككم ازاي، ولما امسككم عفاريت يا صغيرين شوفوا هعمل فيكم ايه. غيري يا ركبي. يلا يلا يا اختي، يلا عشان نرن عليها تاني. ايوه عندك حق، دي لعبه جميله ومسليه. بقى انتوا تعملوا فيا كده يا عفاريت يا صغيرين؟ خلاص حرمنا حرمنا، سيبينا ارجوكي. ومش هسيبكم بالساهل. ارجوكي يا تيتا العجوزه، سيبينا ارجوكي، مش هنعمل كده تاني. يا عفاريت يا مساخيت، خلاص حرمنا حرمنا، والله والله حرمنا، مش هنيجي هنا تاني. خليكوا هنا بقى، وانا هروح اجيب لكم العصايا واديكوا حته علقه. ما قلتوش تهوجوا من البيت ده؟ الحق يا رؤى، هتدينا علقه زي لقدق. نروح فين دلوقتي؟ اتحركي معايا كده يمكن نعرف نطلع. تعالي نطي، اوعي مش راضيه تتفك خالص. احمد احمد، الحقنا يا احمد. يا ولد يا احمد. الله، في ايه؟ ايه اللي حضرتكوا هنا؟ انتوا ايه اللي دخلكوا الشبكه دي يا بنات؟ فكنا بسرعه قبل ما تيتا العجوزه تيجي. بسرعه فكنا. حاضر حاضر حلو. ايه اللي حصل ده يا بنات؟ مين اللي حضرت عليكم الشبكه دي؟ اجري بسرعه يا احمد، يلا نهرب من هنا، اصل احنا رنينا على تيتا العجوزه الجرس وراحت تجيب لنا العصايه تضربنا زي دقدق. ممتنين خالص، ما كانش المفروض نعمل كده. بص عليكم يا بنات، ازاي تعملوا كده لست عجوزه وعائشه لوحدها؟ خلاص حرمنا، احنا فعلا حرمنا، ده غلط. يلا بينا نجري بقى، هتمسك. بسرعه يا بنات بسرعه. ايه ده؟ الله لا، هم راحوا فين؟ يا خلفيه القرود، هربتوا مني برضه؟ ياني مش هسيبكم المره الجايه، مش هسيبكم، والعصايه هعينها معايا في البيت ومستنياكم، بشوف هتعيدوا الكره ولا لا. ودي كانت حلقتنا النهارده يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك يا اصحابي للفيديو، وكمان شير وسبسكرايب للقناه. طبعا، وكل اللي لسه ما اشتركش في قناتنا يشترك على طول، ويضغط على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان يوريه كل اصحابه. نشوفكم مع حلقه جديده. باي باي, باي, باي.